مرحبا بكم، معكم الشيف مؤمن في الكوجينة نتاع الدار. مرة أخرى يتلقانا معكم يوميا كما عودناكم من أول رمضان باش نحضر مع بعضنا ماكلة بنينة خفيفة، ما تطلبش برشا وقت، ما تطلبش برشا جهد. تنجموا تابعوني على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، على الانستغرام تلقاو تصور نتاع الماكلة البنينة اللي تشهي سيرتو في رمضان، وللي فلت الحلقة ينجم يتفرج علينا في الرديف على اليوتيوب شيف مؤمن بن يونس. نجموا كيف كيف تفعلوا معنا، تخليوا لي كومونتير نتاعكم، تقولوا لنا شنو الدبارة باش حضروها اليوم. للي ما عندوش دبارة زادا كيف كيف، ما عليه كان يتابعنا اليوم في اللايف باش نعملوا دبارة خفيفة وبنينة وسهلة، وما عليكم كان تتابعونا تخلوا لنا لي كومونتير كيف كيف تتفاعلوا معنا. وللي يحب يسأل على الروسيت زادا كيف كيف، احنا موجودين باش نجاوبوكم على لي روسيت اللي تحبوا عليهم الكل كيف كيف ان شاء الله بقدرة ربي. في كل لايف نحاولوا مع بعضنا نعملوا لي زاستوس نتاع الكوجينة كيما تراو الكوجينة في الريستورونات والوتل الكبيرة الكل، نحاولوا لي تكنيك ونقولوا احنا لي زاستوس نتاع الشيفين الكل نحاولوا نبارطاجيوها معاكم، يعني ما نخبيو عليكم حتى شيء. ان شاء الله نعديو لايف خفيف وباهي وعاملين جو، فما انتراكسيون كيما قلت لكم، تخليو لنا لي كومونتير وتتفاعلوا معنا، تقولوا لنا شنو لي كيسيون نتاعكم، كيف كيف نجم تقولوا لنا على الدبارة نتاعكم شنو حضرتوا. وللي ما عندوش دبارة زاد كيف كيف ينجم يتابعنا في لايف على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، على الانستغرام كيف كيف شيف مؤمن بن يونس، واللي فلت الحلقه نجم يشوف الرديف يلقاها على اليوتيوب كيف كيف. دونك بدينا بالبونجور، بونجور مريم، بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا واللي حايرين في دبارة عليهم كان يتابعونا. نعرفوا الكانزين الثاني نتاع رمضان نحيروا برشا برشا، دونك ماذا بينا نعمل حاجه سهله حاجه خفيفه. صابرين مرحبا زاد كيف كيف، حاجه خفيفه وسهله وما تطلبش برشا وقت وما تكلفش. الايامات الاخرانيه كيف كيف فما برشا يخصوا الكنزينة الثانيه باش يحضروا كل كسوا الحلو نتاع العيد، كل كسوا الخبز نتاع العيد. دونك ان شاء الله احنا بقدره ربي نحاولوا نبارطاجيو معاكم برشا حاجات. بونجور بونجور لا تونيزي، بونجور مديحه، بونجور راتوجا سلام. دونك الناس الكل اللي خلطوا علينا، امال بونجور اللي خلطوا علينا، ما عليهم كان يقولوا لنا هما دباره تاعهم شنيه، واللي ما عندوش دباره يتبعنا. عملت لكم برشا سيسبانس برشا حكايات في الدباره نتاع اليوم، مي سويت للطلب نتاعكم باش نحضروا هريسه حلوه. دونك هريسه حلوه ورقه وستيلو، خذوا ورقه وستيلو. بونجور صابرينا، بونجور امال راتوجا الجماعه كل اللي خدموا مديحه، باش نحضروا مع بعضنا هريسه حلوه. راهو فرق ما بين البسبوسه والهريسه الحلوه. الهريسه الحلوه يا حسره وفي ميت زمان، حسرة الله يرحمه عم بوقرة كان في المرسى. دونك شكون في المرسى ما يعرفش عم بوقرة كان يبيع الهريسة في برويتا، اي بيان سور بالطبيعة في المرسى موجود الله يرحمه عم بوقرة. كلنا في المرسى كلنا نعرفوا الهريسة الحلوة ونعرفوا البنة نتاعها، واللي هي سيرتو كانت بصمة من ايامات الصغر نتاعنا. فلان ناجح كيفاه بامال تو بعد نشوفوا حكيت. اللي عنده اي تساؤلات نجم يبعث لنا حتى ميساج بريفيت ونحاول بقدرة ربي نجاوبكم عليه بميساج فوكال. بونجور من كندا، سلام شيف كي حليت لايف انا ماشيه نختم. ميسيال شيمان تنجم تتفرج على الرديف من بعد كيما قلت لكم باش نحضروا هريسه حلوه. دونك سهله العمليه، ورقه وستيلو فيسا 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 باش نعطيكم المقادير نتاع الهريسه الحلوه. ليليا جاموسي مرحبا شيف، مرحبا بكم الكل. أسامة باي بونجور. دونك الجماعة اللي خالطين علينا باش نحضروا هريسة حلوة، نحضروا منيو خفيف زادا كيف كيف. تو نقول لكم فيسع فيسع شنو هو المنيو اللي باش نحضروه. عندنا شربة نتاع بوارو، مع شربة نتاع بوارو عندنا سلطة نتاع كناري، سيرتو كناري هذيك شوية من الكناري اللي نخبيوها على مدة عام كامل هاكا باش نحضروا سلطة نتاع كناري. عندنا شنو نعملوا همبرجر مي بالدجاج بالسكالوب باني. ما هي مرحبا شيف، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا. اسامه باي بونجور خويا، احلى اسامه واحلى شيف. رضوان جميل، روضه سلام، جماعه كل الناس الكل اللي تحكوا بينا. دونك قلت لكم باش نحضروا شربه نتاع بوارو، مع شربه البوارو عندنا سلطه نتاع كناريه، عندنا همبرجر امان مليانة واحده واحده، الله يبارك واحده واحده. راني نعاود من بكري به سميره بن حمود، اهلا بك يا شيف شيفان، ميرسي بوكو. دونك عندنا شربه نتاع بوارو تاع كراث، عندنا سلطة نتاع كناري، عندنا همبرجر بالسكالوب باني. تو نشوفوا حاجة خفيفة برشا وبنينة، سيرتو توحشنا في الساندويتشات، توحشنا الماكلة اللي من برا. دونك هكا جوست نحضروها في الدار. شايف يا عايش كنحب روسيت كريم الجواز، خفيفة وبنينة. باهي
ميسه تو كان هكا ميساج بريفي قلت ربي يعطيكم لي روسيت وباش نحضروا هريسه حلوه. دونك من بعد فيزا فيسا وورقه وستيلو باش نحضروا مع بعضنا الهريسه الحلوه باش تقيدوا لي زانغريديون الكل. بالطبيعه باش نحضروا زاده حاجه من قاع الخابيه سويت مقرونه فل بالتيس الحمص والبطاطا. دونك للي كيف كيف ينجم يقول لنا كيفاش مازالت موجوده الجناريه تريه ليلي لي جناريه مش تريه باش نكذب عليك جناريه حاضره دونك كونجلي محيطها الوالده سليمه بونجور سلوى سالو شيف ميرسي بو لي بون روسيت سيرتو نحاولوا نبارتاجيو معاكم لي روسيت لي تكنيك الحاجات الكل اللي نجموا نحضروهم مع بعضنا كيما تلقاهم في الريستورونات ولا في الوتله الكل. بالنسبه للمقادير نتاع فيزا فيزا باش نحضروا مع بعضنا الهريسه الحلوه باش نجيب بحذاكم بلاتو حاجه هكا زمنيه باش تراو على عينيكم. هاي سيدي سيدي لو بلاتو حاضر نموت عليها انا مقرونه في المقرونه في سيرتو تلم الناس كل مقرونه العيشه مقرونه سيرتو بالبطاطا وال يعني مقرونه بالدجاج وبطاطا وحمص هذه حاجه زمنيه زمنيه. باش نوريكم كيفاش نحضروا مع بعضنا الهريسه الحلوه باش نعطيكم المقادير فيسا فيسا ساهلين ورقه وستيلو هاو كم يسيرش من بعد شكون تنحطوا المقادير نحطوهم ايبانجليه ولا شكون ينجم يهبطهم. مديحه نو 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 برجر مش بيكون جيون المره اللي فاتت والله بون الحق عملت شو عليه الامبرجر اما بالحق زيون زيون دونك نحاول امبرجر سامبل سيرتو بالسكالوب باني. نجيبو بول باش نحضرو فيه ليزانغريديون تاعنا باش نحضرو هريسه حلو هريسه حلو الجماعه اللي خلطينا توا وباش يتبعو ما عليهم كان ياخذوا ورقه وستيلو يقيدوا فيها المقادير نتاع الهريسه الحلو. يعني باش نبدا نمل بالسياسه بالسياسه على المقادير نتاع الهريسه الحلو اللي خلطوا علينا بالسياسه بالسياسه هاكا المقادير نتاع الهريسه الحلو سهله العمليه. عندنا 3 كعبات عظم دونك كيما تراو فيهم عندنا 3 كعبات عظم هاي سيدي الجماعة اللي خلطوا توا ياخذوا يقيدوا المقادير نتاع الهريسه الحلو. عندنا 3 كعبات عظم مع 3 كعبات عظم كاس حليب كيس حليب اللي هو عبارة على 100 مليلتر متاع حليب به كيف كيف نفس الكيلة كيس متاع زيت اللي هو زادة 100 مليلتر متاع زيت. عنا 50 جرام سكر 50 جرام سكر به نحب نعرف كيفاش طيب بالحوت بسام باهي تعال نجاوبكم بسيسة بسيسة بسام تبعني فيسع الهريسة حلوة خذوا قيد المقادير فيسع 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 المقادير. عندنا 3 كعبات عظم نعاود من الاول جديد مانيش بشوف كومنتات الا باش نعطيكم الروسيت قبل كل شيء. 3 كعبات عظم عندنا كاس تاع حليب هاو كاس حليب اللي هو 100 مليلتر تاع حليب عندنا كاس تاع زيت اللي هو 100 مليلتر تاع زيت عندنا 100 غرام فرينه سهله العمليه 100 غرام فرينه عندنا 100 غرام سميد ارطب عندنا 100 غرام سميد متوسط بالطبيعة اخترنا لكم سميد الوردة اللي مش نسير نحضروا به الروسيت نتاعنا الكل. عندنا ساشي نتاع خميرة كيميائية نتاع جاتو فانواز عندنا شوية لوز كيف كيف بالنسبة للوز باش يكون باش يبان الهريسة وباش تعطينا نكهة أخرى. عندنا شوية لوز للتزيين كان عندنا شوية لوز مر ما عندنا شوية لوز مر مثال يا سيدي بن سيدك نجمو نعملو روح اللوز والا حتى كيف كيف عندنا ليزاروم روح اللوز المر. يعني 3 كعبات عظم كاس نتاع حليب اللي هو تسمى 100 مليلتر نتاع حليب عندنا 100 مليلتر زيت نباتي تختار لها زيت نجمه ديو 100 غرام فرينه مع 100 غرام فرينه 100 غرام سميد متوسط 100 غرام سميد ارطب ساشي نتاع خميره كيميائيه نتاع جاتو وعندنا 50 غرام سكر وهذوما كل باش خلطوهم مع بعضنا بالسياسه بالسياسه. باه دونك كيما قلت لكم بالنسبه لكم تنجموا تعاودوا تتبعوني كيفاش باش نحضر الروسيت نتاع الهريسه الحلوه سهله العمليه وصفه الروسيت نتاع الهريسه الحلوه. باش ناخذوا بول قبل كل شيء باش تراوني تنجموا تشوفوا سهله العمليه باش نصبوا توسكي ليكيد. دونك ليكيد عندنا كاس الحليب اللي هو عباره على 100 مليلتر حليب عندنا زيت 100 مليلتر نتاع زيت توسكي ليكيد نصبوه الاولين بالطبيعه ناخذوا صحفه صغيره
للعظم ديما قلت لكم العظم دو بريفيرونس يكون عظم مغسول حاضر باش نجمو نخدمو بيه، ودو بريفيرونس بعد ما نخدمو بالعظم ديما ماذا بينا نحاولو نغسلو ايدينا كعب الاولانيه نتاع عظام 3 كعبات عظام والباقي كله في الميت جرام. بالنسبه كي نقولوا في الميت جرام يعني عندنا 100 جرام سميد متوسط، 100 جرام سميد ارتب، 100 جرام فرينا، اللوز كيف كيف نجم نحطه 100 جرام ولا حتى 50 جرام، واللي ما عندوش لوز وكل قدير وقدره يعني نجم يحط عندك نوع واحد نتاع سميد رحاب مثال نجم نعملوها بسميد الارتب، يعني ماهيش مشكله. المفيد الهدف يكون واضح. هاكا نحاول نبارطاجي معاكم روسيت بنينه تاع 66 كيف اللي هي الريسيت نتاع الهريسه الحلو. دونك من بعد ما خلطنا العظام نغسلو يدينا ديما من بعد ما نكملو نخدمو بالعظام. نذكركم اللي الريسيت ساهله 100 100 100 ما بين سميد وفرينا، يعني سميد متوسط وسميد ارتب 100 100 100. ساشي نتاع خميره، كاس نتاع حليب اللي هو 100 مليلتر نتاع حليب، كاس نتاع زيت اللي هو 100 مليلتر نتاع زيت، وثلاثة كعبات عظام. باهي باش نخلطو فيسع فيسع. عندنا الفويل، عندنا الكرن، انت نزيد باش نوريكم باش تكون التصويرة واضحة. هاي هكا هذا الخيط نتاع الميكرو كيما قاعدين تشوفوا. نجم تعملنا زوزة، باهي مديحة نحاول نعمل زوزة بقدر تربي سيرتو الايامات الاخرانية نتاع رمضان. دونك اول حاجة حطينا 3 كعبات عظام، 100 مليلتر نتاع حليب، و 100 مليلتر نتاع زيت، هذوما كلهم اللي كيت باش نخلطوهم الكل مع بعضهم. هذا اللي كيت الاولانية، وسميد الارتب سيرتو ديما نحطوه في الاخر. باه دونك عندنا بالنسبة لللوز كيما قلت لكم كان ما عندكمش شوية لوز نجمو نحطو الروح نتاع اللوز تعطينا نفس الريزولتا. هاك المفيد نحاول نوريكم الطرق الكل ونحاول نسهل عليكم. نجم هذاك نكيلو بيه سميد، لا السميد الكاس هذاك للليكيد اما ما يكيلش ما يعطيكش نفس الفيله نتاع السميد. حطينا اللوز، عندنا كعبات لوز هذوما باش نزينو بيهم، خليهم بحذانا باش نزيدو السكر. دونك نحطو ديما الليكيد الاولاني، وماذا بينا ما تكونش القوام نتاعها بالنسبه للبسبوسه القوام نتاعها يكون معتدل، دونك ما يكونش جاري وما يكونش يابس. باش نحطو الفرينه بطبيعه لاستويس كي نحطو ديما الفرينه نحاولو باش ما تنثورش علينا الفرينه برشا، هاكا نخلطو بالسياسه نحطو ونخلطو ما نرميوش الفرينه كل فرد وقت. هذا بالنسبه للروسيت تاع الهريسه حلوه، تلقاو الروسيت ديجا ايبانغلي نورمالمون موجوده، روسيت للي يحب يعمل روسيت تاع هريسه حلوه، وسيتو في المرسى كيما قلت لكم الله يرحمه عم بوقره. شكون ما يعرفش في المرسى الهريسه الحلوه نتاع عم بوقره اللي في صغرنا الكل تربينا عليها. الطريقه نتاع الهريسه الحلوه كيما قلت لكم يعني يميل ان روسيت، طريقه نتاع التحضير نعطيكم طريقه نتاع هريسه بنينه. فما شكون اللي يخدمها بالعظام، فما شكون يخدمها بلاش عظام. المفيد بالنسبه لينا يكون هدف واضح اللي تكون روسيت بنينه مجربينها تاع 66 كيف. باه خلطنا الليكيد الكل، عندنا سميد المتوسط 100 جرام سميد متوسط، باش ناخذو ساشين نتاع خميره. دونك عندنا الخميره بالمواز اللي هي ديجا بطبيعتها باش تعطينا تكستور باهيه برشا سيرتو بالنسبه للبسبوسه. نخلطو مليح مليح، ديجا تراو في التكستور نتاعها قاعده كيفاش بسيسه بسيسه قاعده تتلم. وذاك علاش بديت بالبسبوسه سيرتو باش النجم خليها ترتاح. مروه بونجور، وجيم بونجور، انرو ميرسي للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا، حازم بن عيسى راديو مون لو نور ديجا اللي قاعد يامن في البث على الباج نتاعو، خالد عويش تونسكوب. باش نزيد توا السميد الارتب، دونك نزيد السميد الارتب فيسع فيسع هيك حاجه سهله. بالنسبه للسكر 50 جرام، بالنسبه لبقيه المقادير 3 كعبات عظام، كاس حليب اللي هو عباره على 100 مليلتر نتاع
100 مليلتر حليب، 100 مليلتر زيت، 100 غرام فرينة، 100 غرام سميد رطب، 100 غرام سميد متوسط، ساشين تاع خميرة، 50 غرام سكر، لوز يعني حطيت لوز من 50 ل 100 غرام، كلكم ديروا قدر، تنجموا تعملوها حتى من غير اللوز، تنجموا تحطوا الروح نتاع اللوز، وتري في كعبة لوز خليناهم لازم به. دونك هذايا الحاجة الأولانية لفتي ميز امي بور تو سويف. ميرسي بوكو سعيد، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا على اللايف. كيف كيف تنجموا تبارتاجيو باش تحصل المنفعة للناس الكل. ولي أبو خريس ساليو شيف، يعني يعطيكم الصحة الناس الكل كيما قلت لكم اللي قاعدين تتابعوا فيا. رجع لنا سميد به. دونك سميد كيما قلت لك 100 غرام سميد متوسط و100 غرام سميد ارطب، نخلطوهم مع بعضنا. دونك عندنا سميد رقيق وعندنا سميد الارطب، هما بحذانا. باش ناخذوا بلاتو نتاع فوق به، نجيب لك البلاتو نتاع فوق. دونك دو بريفيرونس ما يلزمش تكون نقولوا احنا في بلاتو تكون خشينه برشا. كيف كيف سو سون دي غو دي بريفيرونس، هذايا بومب كيف كيف تنجم تعوض الماتير غراس، لازم نبيع في باتسري. دونك البومب هذايا كل في بلاصه ماتير غراس، واللي ما عندوش نجم نحط مارغارين في بلاصه بابي كويسون. دونك بعد ما دهنا بريسك فيسا فيسا البيريكس، باش نصبو عندنا الكورن تو نصبوها. هاي سيدي بن سيدك الكورن هاي موجودة لهنا. دونك كيما قلت لكم ساهلة الاموند شوية ونو به امال. بالنسبة للاموند قلت لكم يعني انا حطيت 100 غرام، انتوما تنجموا تحطوا اموند كل قدر وقدر، تنجموا تحطوا 50 غرام المفيد بالنسبه لكم انتوما. هكا تجيكم بسبوسه بنينه، وسيرتو سوسون دي غو دي بريفيرونس كيما تحبوا انتوما به. العلو نتاعها زاده كيف كيف بالنسبه لا وجدان جربي، لا مش كيف كيف، مش كيما الهريسه الحلوه كيما البسبوسه. يا ان غون ديفيرونس ما بين الهريسه الحلوه والبسبوسة، فما أنواع متاع ديروسيت. أنا اخترت الهريسة الحلوة، تنعمل لكم يعطيك الصحة شيف، أما ورينا بالباهي الخليط. هاو هاكا بالباهي الخليط. دونك باش نتعليوها دو بلاش، ما حاشناش بيها باش تكون يعني خشينة برشا. دونك أنا اخترت باش يكون بريسك أقل من سنتي، بين سنتي وأقل. نطرحوها دو بلاش ومن بعد خليوها ترتاح، على قد ما نخليو البريباراسيون ترتاح، على قد ما من بعد هدينا روندمون. دونك خليها ترتاح دوبلاش، ومن بعد نحطها تيب في الفور على 180 درجة. هذه الحاجة الأولانية حضرت، نخليوها أبار. دونك مش نجيب عليكم برشا، هاني وحديكم، مازال جوست في الكوجينة، نحاوس في الكوجينة، نحاول نحيو زيد الكل، وتنوريكم كيفاش من بعد نزينوها. بون نخرجها نزينها خير. ها يا سيدي، ناخذ شوية اللوز. اللوز كيف كيف فما بليزور ميثود بالنسبة للوز، فما شكون كان عندنا لوز بالقشرة، سينو اللي ما عندوش كيف كيف كل قدروا قدرو نجمو ما نحطوش لوز بالقشرة، حطوا لوز عادي، سينو كيما قلت لكم تنجمو تزيدو لاروم. بعد تنوريكم كيفاش باش تقصوها، كيفاش تشحروها بالنسبة للشحور. باه بالنسبة للشحور شنو باش نعملو بالنسبة للسحور؟ دونك على 200 غرام سكر عليهم 100 مليلتر ماء ومغرفة قارص، يعني 10 قارص. هذايا كل بعد خليهم يغليو. دو بريفيرونس البسبوسة كي باش تكون سخونة، السحور يكون بارد كيما تراو. سايب بن مسعود يعطيك الصحة. دونك كيما تراو هذايا هاكا البسبوسة، هاكا ماهيش كبيرة برشا الخشنة نتاعها، باش تكون خفيفة. فما شكون يحب البسبوسه شايف ركس كاميرا على مكان تحضير باش نشوفوا الخليط. هاو جميله بالنسبه للبسبوسه، كيما قلت لكم ماهيش باش تكون ليبيسور نتاعها كبيره برشا بالنسبه للبسبوسه. فما شكون يحب القوام نتاعها ليبيسور يكون
برشا. هذاك من بعد سوسون دو بريفيرونس ودي جو، هذه خليها ترتاح توا فور المومون باش من بعد نحطوها تيب. هذيك بالنسبة للبسبوسة، نرجع لكم وهكا كل مرة كي باش نحضروا حاجة جوست نهبطوا الكاميرا باش نجموا تراونا. اون دي براس الزيت الكل، حاولوا زيت الكل نحيوه على قد ما نحاولوا نسهل. به رجعنا بعد ما حضرنا البسبوسه، يعطيكم الصحه انتم الناس الكل. بسبوسه على جي يبسه، جربها بالحليب كيف كيف، نجم نعطيكم مسيوس واحده اخرى للي ما يحبش يعمل حليب. يا اخي اللي عملتها توا بسبوسه، مش قلت هريسه حلوه؟ هذه هريسه حلوه مش بسبوسه يا احمد. دونك جوست نفسركم حاجه بالنسبه للهريسه الحلوه، للي يحب ما يحطش حليب ينجم يحط ياغورت ناتوريل، دونك تعطي تكستور اخرى زاده كيف كيف ابنين. به الزايد الكل كما قلت لكم باش نحاول نحيه الكوشينه باش نبداو نخدمو مرتاحين. ونتعداو للمنيو نتاعنا. بالنسبة للمنيو نذكر جماعة اللي خلطوا علينا الناس الكل، للي ما عندوش دبارة ينجم يتبعنا يشوف شنو عنا دبارة، واللي عنده دبارة يقول لنا شنو دبارة نتاعو نتاع اليوم. باش نعملو همبرجر باهي، باش نعملو شوربة نتاع بوارو، باش نعملو مقرونة في العربي بالحمص والبطاطا. هكا اون باراليل باش نبداو نحضرو بسيسة بسيسة. نبداو كيما العادة بالعويد باش نحضرو الشربة، دونك سيرتو على قد ما نحضرو حاجات تبدا موجودة على الشربة فيسع فيسع، على قد ما نحضروها على قد ما نبداو احنا مرتاحين. التكنيك نتاع العادة اللي حكينا عليها قبل، نحطو شوية زيت نجمة ديو فيتامين اي، نزيدوه شوية مارغرين بودينا. علاش الميلونج هذايا؟ بور فيكسي لو بو سيرتو مع البوارو، نعرفو اللي بور فيكسي لو بو نعملو الميلونج هذايا. باه هاذيك لي تابلو لهنايا، ناخدو البوارو. يا مؤمن اليوم عيد ميلادي توا نتعدى نازل بسبوسة، متغلاش عليك نزار يا غالي ربي يخليك، سافي لونتون ليك وحشة. إيجا خويا كل شيء كل شيء على ذمتك، حتى شقان فترة شق فترة بحدنا. باه عندنا البوارو. الحاجه الباهيه سورتو في رمضان نحاولوا هاكا حتى النوعيه نتاع لي سوب اللي احنا ما كناش نعملوهم في الافطار نحاولوا نحضروهم. اشتروا معايا القصان هاكا يا جماعه، كل حاجه من عندك بنينه يا شيف نمبر 1. عايش خويا الغالي زيت ربي يخليك. باه ما تطلعش منين كيما نتاعك تجي تعمل هي انت، ولا نجي ناخذ ما عندك. اجا خويا حطيت الحليب والزيت وجاتني يابسه. باه يمكن طون دو كويسون يا امان بالنسبه للديتاي نتاع البسبوسه، للي قال البسبوسه تجي يابسه والا تنجم تكون زاده غلطه في الشحوط. باه اول حاجه نقص البوارو انور يا تيلي سني تو ميريت داتر لا فريغ. والله يا انور اخترنا باش نكونوا في اللايف هكا في الدار مش في التلي اليوم، واللايف تنجم تتكلم على راحتك، تنجم تتصرف، تنجم فما انتراكسيون كبيره برشا، سيرتو توا اللي ولات توندونس للديجيتال. دونك حتى في التلفزه برشا توا يعديو وقتهم يتفرجوا في الديجيتال. سامسا باهي ان شاء الله تنحضروا سامسا، والله حاجه باهيه اللي انا فرحان لها زيدة، اللي تبارك الله برشا 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 توانسه ولاو مغرومين بالكوجينه. نعرفوا اللي قبل ما كانش طونطونس نتاع الكوجينه الغرام، مي سيرتو بعد الكونفينمون ولاو الناس الكل يحبوا يحضروا حاجات في الكوجينه. وانا من ناحيتي كما قلت لكم ان شاء الله حتى بعد رمضان نوعدكم باش نكون موجود في لايف. بون ما نقولكمش كل نهار بكل زونجاجمون واحد نتاعو، مي نحاول نحضر لكم لايف فيه دي زاستوس دي تكنيك برشا حاجات. نحطو توا الكوارو، بالنسبة لي زون تاعو باش نسحقو مع الكوارو باش نسحقو شوية بركة بصل، مش باش نتاكلو بصل، يعني بصلة زغرونة دو بريفيرونس. ياخد كولوراسيون اللي فيها منفعة. بالنسبة لي زون تاع الكريمة نتاعنا باش نكريم دو كوارو، دونك باش نسحقو بطاطا
هي شهيه ليزون نجم من بعد زدوها شويه كريم فريش من يعني كل قدير وقدره. انا اخترت حاجه اخرى باش نحضرها لكم. طيب ساعات بزيت زيتون ليليا جاموسي ليليا جوست بالنسبه للكويسون بزيت زيتونه باش نفصل حاجه للناس واللي برشا يعرفوها ميم سي فما نوعين تاع زيت زيتونه تحمل سخانه مي راهو زيت زيتونه ديما ديبار نتاعو ديبار افروا بون ربي يعاونك وان شاء الله يوفى الكونفينمون ونعملو كيوا في المرسى. عايش خويا الغالي انا وربي فضلك تفاعل مباشر خير من ترزه ليس توا بصراحه كيف نسال وانت تجاوبنا مباشره بيان سور نجيبكم مباشره خويا ما خايب عليكم حتى شيء. كيما قلت لكم بالنسبه لكريم دو بوارو مش نحط فيها كريم فريش مش نحط فيها حاجه بينا برشا من بعد ما نرحيها باش نزيد بعد ما نرحيها باش نزيد شويه فروماج رابي لوندور 100% مونتال فوق شويه كروتون زاد كيفيف نتاع خبز هابيس وهكا تعطينا نكهه اخرى. انا كنت جربتها في الكريم تاع السبناخ كنت جربتها في الكريم تاع السبناخ ومن بعد كيف كيف عطات بنة اخرى. الثوم زاد كيف كيف شايف وقت تاع بنة مخروط تونسي تقليدي ان شاء الله ان شاء الله قدرة ربي. تو نحاولوا مازال الايامات الاخرانية نتاع رمضان باش نحضروا فيهم مقروط تونسي تقليدي. كما قلت لكم بالنسبه للكريم دو بوارو يعني حاجه سهله ما تطلبش برشا وقت شويه بوارو منذ شاكير ربي يبارك لك ربي يبارك لكم ويعيشكم الناس الكل اللي انتم قاعدين تتابعوا فيا في اللايف وقاعدين تسجلوا فيا باش نجم نحضر ماكله بنينه برشا. دونك بعد ما تتقلب بالنسبه للكريم دو بوارو دونك كما تلقى صان هاكو نطلع هكا شويه شويه مره نهبط الكاميرا مره نطلعها مفيد تحصل المنفعه للناس الكل. نحط شويه ملح باش نوريكم كيفاش بوارو. هاي سيدي مع البطاطا ها كيفاش البوارو توا جيت شنو طيب به اميره الناس الكل اللي خطينا توا غادي نحضروا في كريمه نتاع بوارو سيرتو نعرفوا في رمضان اسكو لو بوارو ما في با ان غو فور من الكويسون. والله والله ليه مليحه ساعه بنين برشا فما كريتان تاع بوارو كنت نحضروا قبل فما كريم تاع بوارو فيه نكهة بنينة 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 برشا سيرتو بعد مع شوية فرماج لافي كيما قلت لكم تعطينا نكهة أخرى. ميمة سعيدي شيف منى عمرك ذو أخلاق عالية عايشك ربي يخليك. حطيت شوية ملح باش نحط شوية فلفل أكحل كما العادة في المغرفة زغرونة. باش تراوني شوية في الأكل كان عندنا شوية بوفر بلون زاد خفيف يا حبة هذاك. نخليو الخضرة نتاعنا تسدى شوية تتخلى من بعد نمرقوها بالماء باه باه نحاولوا من بعضنا نحضروا منيو سهل ما يطلبش برشا وقت ما يتكلفش برشا بنين زادا. هذيك الكريم دو بوارو تحضر اون باغ عليه باش نحضروا المقرونه اللي قلت لكم راهي بنينه وتعمل 66 كيلو. المقرونه باش تكون فل عربي بالدجاج فاش تعمل توا خلط به الجماعه اللي خلطوا هنا توا كنا نحضروا في الكريم تاع البوارو باش نحضروا مقرونه عربي فل بالدجاج والحمص والبطاطا. نجيب الدجاج عندنا كويسات تاع دجاج مليحة كيف كيف نجمو تحضرو يعني بالبيلون دو كويس نجمو تقصوها نجمو تخليوها كاملين هنا نشلوه نغسلو يدينا كالعادة ونبداو في تحضير نتاع الصوص باه يظهرلي باش نقرب لكم الكاميرا شوية باش نجمو تراو نتوما الطريقة نتاع التحضير هاتو نقرب لكم شوية
الكاميرا نورمالمون هكا تكون واضحة. باه دونك ليتاب الأولانية بالنسبة للتحضير نتاع المكرونة باش يرمي الناس الكل هاكا، حطوا شوية زيت كالعادة، عندنا شوية ثوم مهرس بالمهراز، وريقات رمت وقرين فلفل، ملح، هم بحذينا، عندنا طريف طماطم معجونة، باش نبداو نحضرو بسيسة بسيسة. دونك بالنسبة ليكم فما شكون يقول نقليو الطماطم معجونة، انا بيرسونيلمون ما قاليهاش طماطم معجونه، نجم نخدمو ديبار كل لافروا. دونك فيسا فيسا باش نحطو اول حاجه باش نماركيو الدجاج نتاعنا، نحطو كوتي بو تو ظهر ما كان عمل جميله تبسي. دونك هاكا نحاولو نوريكم الطريقه كيفاش حضرو. شيف ماذا بيا روسيت بريك باهي، تو نحاول نحضركم لي روسيت الكل، ترى نحاولو بسيسه بسيسه نحضرو لكم العديد من الروسيت اللي انتم تحبوه. مرفه دور خليوها سوق ريح، خليوها دهن دهن مطرون باه. نسمعوا كل اللحم لاقيين برشا هذاك اللي نلقاوه موجود، دو بلاش في تمركه باش من بعد ما طيبش برشا دجاج ما يبداش مفتت سيرتو في المكرونة. باش ناخدو الطماطم، دونك عندنا شوية طماطم معجونة حليتها في الماء، كيف تزيد في الماء هذا بينا ما نمرقوش برشا، نخليهم بعد المرخان سيرتو بالنسبه للمكرونه باش تبدا بنينه تعمل سيت اب سنتيف. هذو هما ريقات الرنب، هذايا الثوم المهرس في الكانو في ال مش في الكانو، الثوم المهرس في المهراز، فيها هذوك المغرفه زغرون، نحطو شويه ملح، نحط شوية غاز بالطبيعة تعاوننا في الكوجينة يعني البلاك والفول اكسيديوم. البلاك كيما ترى من أول رمضان توا ما تسحقش برشا تعب بالنسبة للتنظيف. باش نحط الحمص، هذايا المكرونة العربي الزمنية نتاعنا، فلفل زينة، ليزيبيس الكل تلقاهم ليزيبيس تاع الجميع تلقاهم في زهرة لافيترين دو تيروار. نحطو شوية كركم، هذا هو المغرفة صغيرة هكا التفويح بالمغرفة صغيرة. الناس الكل اللي خلط علينا قاعدين نحضر في المكرونة عربي فل بالبطاطا والحمص. ناخذ البطاطا باش نقصوها، ها يا سيدي هي البطاطا هاي حاضرة بدات تاخذ سيرتو القوام نتاعها ديجا هايكا بدات. دونك ما نحكيلكمش على ريحة باكلا نكهة، زيد شوية هريسة باش تبنى الهريسة، وقرايين فلفل هذاك في الاخر من بعد نرميهم هاكا موجبجة تعمل ستة ستين كيف. دونك ناخدو بشوية بشوية الماء، ماحناش نمرقو برشا برشا ماء، كل مرة نتفقدوها بشوية ماء
ونخليوها سلة سلة. نجيب الخطا هذيك المقرونه. نرجعوا الكاميرا كما كنا بكري باش نجمو نحكيو مع بعضنا ونشوفكم وين وصلتوا في الدباره. للي ما عندوش دباره شوفوا مع بعضنا. حسيتكم كلكم كونسونتري في البريباراسيون تاع المقرونه. هذه مقرونه عربي زمنيه من قاع الخابيه، دونك هكا الثوم مهرس في المهريز كيما استانسنا قبل، يعني هذيك هي كيما استانسنا مع جدودنا. قرين فلفل هوا موجود، بعد هيك باش نحطوه في المقرونه هاو هنا، والزيت كيما قلت لكم حاولوا نحيوا زيت الكل. هذا شحور نتاع البسبوسه هاو هنا، خليهم بعد شحروا بيه البسبوسه. وتو بعد ما تاحت من بعد ما تحت البسبوسه باش نحطوها طيب، دونك على 180 دوغري مده 25 دقيقه. دونك عندنا الفرن تاعنا، ايه والله فكرتني دارنا، شفت غلطت شنو دبارة دبارة. والله كيما قلت لكم راه هو صباح كي نقوم ولا حتى البارح في الليل نخمم في دبارة، وغدا صباح نبدلها ساعات نبدلها 3-4 مرات. لازم تلقاني نزيد حاجه زمنيه، حاجه تونسيه من قاع الخابيه. ما نحكي لكمش مقرونه عربي في بقرايم فلفل بطري بطاطا بطري خمس. هذا بالنسبه للمكرونه. على كريم نتاع بوارو، الماء هذاك يغلي المكرونه، باش نحضروا همبرجر نتاع دجاج. يعني بالسيسه بالسيسه باش نحاولوا نحضروا مع بعضنا منيو يعمل 66 كيف للجميع اللي خلطوا علينا وما عندهمش دباره. وللي عنده دباره نجم يقول لنا شنو هي الدباره نتاعو. تو باش نحطوا في الفرن الهريسه الحلوه. انا الفرن نتاعنا بالكول حطينا الهريسه الحلوه تهنينا عليها في الفرن. طيب باش نكملوا نشوفوا شنو هو الدبارات نتاعنا اللي باش نكملوا نحضروهم مع بعضنا. باش نحضروا فيسع فيسع السلاطه باش نخليوها تبرد. بسبوسه قداش خليتها ترتاح شهيتني في المكرونه. باهي للناس اللي خلطوا علينا راه هريسه حلوه، فما فرق ما بين البسبوسه والهريسه الحلوه. خساره ما خلطش عليها هريسه اللوز. للي ما خلطوش على هريسه اللوز نجم يلقاو الرديف موجود في الشين يوتيوب شيف مؤمن بن يونس، وسينو في الفيسبوك زاد كيف شيف مؤمن بن يونس. يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. حميده بن عائشه، دونك سلطه تاع قرنيت شيش، سلطه خضراء ومكرونه. مكرونه اليوم اختار لكم مكرونه بنينه تاع 66 كيف من قاع الخابيه زمنيه بالحمص والبطاطا. بلاش كون مازال قاعد يحضر المكرونه الفل يعمل فيها البطاطا والحمص، يعني ولا اسكو مازالوا توا شحور حاضر شحور سليمه حضرناه. بالنسبه للشحور يعني 200 غرام سكر عليهم 100 مليلتر من الماء وعليهم 10 نتاع قرص. باش نخليوها سله سله المكرونه. ما نحكيلكمش على القوام نتاعها والبنه نتاعها، حاجه روعه روعه روعه. ما مرقتش برشا ماء كيما قلت لكم ننقوا بشويه بشويه. هاكا نتفقدها يجي نشوفوا كيفاش المكرونه. هاي المكرونه كيما قاعدين نشوفوا ها فيها الحمص فيها البطاطا فيها الرند فيها الدجاج. هذيك من بعد تندرسيوها وتجينا مخرونه بنينه بنينه بنينه. خليوها سله سله، ما عندناش مزروبين، انا عاملين جو في لايف معاكم. الكريم دو بواروز هذاك كيف الماء تاع المخرونه يغلي. نتعداو للسلاطه نتيحة لو فامو فور ويربول، بيان سور الفامو فور ويربول سيزيام سونس جديد يعاوننا في برشا حاجات في الكوجينه. باش نحضرو من بعدنا السلاطه ومن بعد باش نحضرو الهمبرجر بني وزيت قرين فلفل هاو قرين فلفل. من بعد هذاك باش يتزيد، هذاك باش يعطينا التوازويزه والبنه نتاع المكرونه. نتعداو انا ما نستغنيش على البطاطا والحمص في صوص تاع المكرونه خاطرهم بنه. بالطبيعه انا مكرونتي موت عليها بالبطاطا شهيتني يعطيك الصحة. أميرة سليم احنا في بنزرت عندنا مكرونة مفتولة عربي ديالي نعملوها حمص وبطاطا. شوف صغار توا ما ياكلوش الحمص، برك اليوم نواصل طاجين جبن وشربة شعير وسلطة مشوية. باهي
باش نوريكم الكاميرا باش نحطو كاميرا كالعادة باش نوريكم كيفاش باش نحضرو السلايطة هذاك البول هكا بسياسة بسياسة باش ناخدو رفد بن خضر راني جاي نتعشى مقرونة عندك مرحبا مرحبا الناس الكل انا نحط فيها تعجبني هكا تفكرني كيف في جدتي فضلها تجيب لينا تشرها الهام والله بالحق انا قلت لكم يعني سيرتو بالنسبه لينا ولينا نفتقدوا الماكله الزمنيه القديمه اللي من قاع الخابيه كما تراو قاعد نقص في الجناريه مش نقص فيها جويده باش نقصها مربعات شويه تمام انتم تنجموا زاد كيف تجتهدوا وبالنسبه للسلطه الجناريه راهو قبل كل شيء نقول لكم باش تخبيوا الجناريه ايوب عزيز برافو باش تخبيو الجناريه باش نقول لكم كيفاش تخبيوها دونك تاخذ الجناريه كوير دون زان بلون تاخذ ماء يغلي تحط فيه مغرفتين حليب مغرفتين فرينه وعصرة قرص باش الجناريه تقعد لك محافظه على الكولوراسيون نتاعها كيما قاعدين تشوف زي بالنسبه للجناريه دونك الحق تتخبى في الكونجيلاتور تقعد محافظه يعني مش تطيب برشا 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 ما بسبب طبيعتها يعني مونجابل محرر المكرونه وبنينه به من لونجلتير شهيد في مركز في ماكله بلادي ناديه والله ديما نقول جو سوي فيير داتر تونيزيان و اوني لي زامباسادور نتاع تونس سورتو في ليفوار في المانيفستاسيون برا على شان انترناسيونال نحاولوا ديما باش نطيبوا الماكله البنينه نتاعنا الماكله الزمنيه من قاع الخابيه يكذب عليك راهو بعد سلايطه مشويه تبدا محرحره وموززه ما نصورش اي انسان في العالم ما تعجبوش سلايطه عندنا برشا ماكلات بنينه اللي نجموا نحكيو عليهم في القدام العالم الكل به قصيت الجناري عندي شويه روكيت كما غادي نشوفوا نحطها على جنب هكا شوف قص البصل انتوما زاد كيف راكم تنجموا تجتهدوا وتقصوا يعني تقصوا الجناري بطريقه اللي تحبوا عليها انتوما تنجمو زيدها كيف تزيدوها لي زانجريديون كيفاش تنجمو تزيدو كبار تنجمو تزيدو زيتون تنجمو تزيدو فروماج كل قدير وقدرو مي بويست باش يكون ان منيو اكيليبري حبيت خليها هاكا جنارية معاها شوية بصل وشوية تومات سوريز وشوية روكيت وهكا تكون جنارية بنينة سيرتو نعرفو لي بعد الكونفينمون برشا ما خباوش برافو شيف نعرفش في نعرفك هشام شهيب باهي أميرة سليم البارح عملت سباجيتي بالكوفيت بنا يا شيف صحة وشفاء أيوب عزيز والله أنا في إيطاليا وكيف نشوف هكا والله مستاحش بلادي الجماعة اللي برا كل إن شاء الله ربي يرجعكم سالمين غانمين نتفقدوا المكرونة والله شو نقول لكم شو نحكي لكم على راهو التونسي كل واحد ياكل بعينيه ما صحيح المكرونة كيما هكا حاجة ولا في الأحلام حاجة روعة 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 هكا كيما قلت لكم انا مرقوش اهلا بيك شيف سعيدة بارح عملت به ما نمرقوش فرد مرة ديما نمرقو بسياسة بسياسة بالنسبة للمكرونة هيك تحضر سلة سلة نتلي هاو بسلايطة ان شاء الله يا ربي ايوب عزيز به بلاي قداش تخليها ترتاح البسبوسه انا بديتها مع بدو لايف معاكم هريسه حلوه مش بسبوسه يا مريم خليتها ترتاح من 4 ساعه مي دي بريفيرونس على قد ما تخليها ترتاح ساعه ساعتين يعني كان تنجم تخليها على قد ما تخليها ترتاح على قد ما بعد تجيك في التكستور مرتاح تجيك بنين به نقص شويه طماط سيريز هيا نعطيكم سلايطه كما قاعدين تشوفوا بعد فوق هو نعملو فينيغريت المفيدة هاكا انا نعطيكم دبارة للي ما عندوش دبارة نحاولو نشكرو الناس الكل نشكر سبونسور اللي امنوا بينا باش نجمو نحضرو اللايف هذايا من نجمة جولدينا هابيز الوردة بونا دياري ويربول ميزون الموند فانواس دكتور اذكر ناتيلي الناس الكل لي سبونسور هذوما الكل عاونونا باش نجمو نحضروا لكم لايف في
فيه دبارة تيل شهر رمضان. دونك كيف كيف كيما قلت لكم تحط ترتيح كل طيبة بيان سور يحب حديدها ترتيح. اه اوكي ها كيت لسيت ميرسي شيف. دونك كيما قلت لكم الاسبونسور الكل اللي موجودين اللي عاونونا في تيل شهر رمضان باش نحضروا دبارة تاع 16 كيف. هذا سلايت حضرت باش نخليوها لبعض باش نفوحوها. تو باش نتعداو الروسيت واحدة أخرى باش هما المنيو تاعنا يكون حاضر فرد وقت. باش نتوما سادة كيف كيف ما تخرخوش وللي خلطوا علينا ينجموا يقولوا لنا شنو هما الدبارة نتاعهم. واللي ما عندوش دبارة يتبعنا عندنا كريم نتاع كوارو عندنا مقرونة فل تعمل 66 كيف عربي دونك بالبطاطا وبالحمص والدجاج. باش نحضروا توا همبرجر. بالنسبة للهمبرجر توا نوريكم الادريساج نتاعو والطريقة نتاع الإعداد. حاجة كيسول شوية دو لوردينير رحاب نخليوها ترتاح قبل ما تطيب. بالنسبة للصوص مش خليه هكا انا هيدا دونك الحاجة باهية في البلاك زي كيف فيها ترموكوب كيما لي بلاك اللي موجودين برا البروفيسيونيل. اوكي ها لقيت الزيت خليها ترتاح. طيب باش نحضروا مع بعضنا حاجة أخرى بنينة. دونك عندنا السكالوب باني نتاع مليحة شابلور سبيسيال موجود. باش نجيبو كوال نحطو نطيبو فيها السكالوب باني. عندنا الهمبرجر نجيبو لكم ليزانجريديون الكل بحذاكم. دونك كيما قاعدين نشوفو فيا من كاليفورنيا خويا توحشنا البلاد والماكلة زمنية. للناس الكل اللي برا ان شاء الله ربي يرجعكم سالمين غانمين. ترجعوا بحذانا في تونس في بلادكم العزيزة بلادكم الغالية. تحية لمرتي درة نقولها ان شاء الله ترجع بعد الكونفينمون خذ تربي بحذايا ما تخليش وحدي كيف في الكوجينة. عندنا الهمبرجر عندنا البان همبرجر هابيز عنا لي صوص ترني لكم ميلونج نتاع لي صوص توريكم كيفاش زيد كيف كيف نحضروا همبرجر بنين. انا شويه ريتو شويه ميتما طمطومه حمراء باهيه بصله زهرونه وعندنا الفروماج زيد كيف كيف لوندور سبيسيال همبرجر. دونك بسيسه بسيسه تنوريكم كيفاش نحضروا. بل كل شيء باش نحطو الاسكالوب بانيه يطيب جست. بالنسبة للي كومنتير راه ساعات نتلفت نقرا لي كومنتير وساعات يعني ننسى مي هاو كنحاول ساعات باش نعاود نرجع نقرا لي كومنتير. تنجمو اي تسائل تخليوه تخليو لي ميساج وانا نجاوبكم. وانتم زاد كيف نجموا تبارتاجيو لايف باش المنفعه تحصل للناس الكل. كنا حضرنا الهريسه الحلوه حطيناها في الفور تيب على 180 درجه لمده 25 دقيقه. نتفقد الفور ونجيكم باش نعملها توا الهريسه كيفاش باش تجيني بنينه. باه اون باراليل ميلاني انت باش تحضر الهريسه تنجم من توا تبدا الديماراج نتاعها وتخليها ترتاح في وسط البلاتو من بعد طيبها في الفور باش نعطيك نكهة أخرى. نتفقد الفور عامل الفور هذا هيطلي نحضرو ميزون بلاس نتاعنا لومبرجر توريكم كيفاش من بعد باش نحضرو. بونجور تو الموند الله غالب دو غوتوغ يمينا من الخدمة خليتو بلاصة عليا هاكا ميسيرش هي مينا تلقى الرديف تلقاها عملنا هريسة حلوة بنينة نصورها باش تعجب الناس الكل. من بعد باللي يحب يجي ياخذ مرسو مرحبا. يعني موجودة الماكلة للناس الكل ناكلو كلنا مع بعضنا شقان الفطر. عندنا صنعة جديدة قديمة هي بليتو مرحبا بيكم تونسة اللي في ألمانيا الكل. بالله روسيت الكباب ولا تعمل عطلك في ابعث لي ميساج بريفي تعمل نجاوبك على روسيت تاع الكباب رغم اللي روسيت تاع الكباب سهله مي تنجاوبك عليها تو تو فيسا فيسا. تاخذ الحمى مفروم ترحي بصل وطماطم وثوم
ومع بعد ما استرحاهم الكل مع بعضهم تزيدوا اللحم مفروم تفهموا شويه نعناع شايح. هذا بالنسبه لنتاع الكباب، نعناع شايح شويه هيل شويه زنجبيل ملح وفلفل اكحل، وزيدهم شويه ماء باش الالبومين ينسو كومباكت. هذا بالنسبه للوسيط نتاع الكباب. دونك هاكا نحاول نجاوب حاجات في سيزي على اللايف، سينو نعطيكم من بعد في ميساج بريفي. قلت لكم فما صنعه قديمه برشا رغم اللي انا توا نعملوها والولاده تقول لي لا نحطوا شويه، ما تعملوهاش انتوما، حطوا شويه ماء في الزيت باش نسمعوه كان ما عادش الحس يتشتش. دونك هاكا الزيت راهو سخن. ليش معلي خلطوا علينا؟ دونك عندنا كريم تاع كوارو، عندنا مقرونه هاكا الماء ديجا بطبيعته يغلي تو من بعد نحفروها. عندنا الاسكالوب باني تاع مليحه، شابلور باني شابلور سبيسيال دونك بنين برشا. شو وريكم الطريقه نتاع اعداد همبرغر بنين يعمل 66 كيف. امال بلي امال المقادير، امال المقادير نتاع شنو؟ امال قول لنا تو نحاول نجاوبك سيرتو على اللايف، نجاوبك في المقادير نتاع شنو. نحيو التومات سوريز اللي باش نزينو بيه من بعد، هذا نخليوه بحدينا. ميرسي شيف، ربي فضلك. سيرتو لاستيس نتاع الماء راهو باش روضة بوسيدة خرات ام تي كوكو مريم سي دونجورو في اتونسيون. مريم استنسنا بها الحكايه هذيك، انا قلت لكم عامله ديما نعملوها مي نتوما يميزكمش تعملوها. مي على غالب هذيك صنعه سيرتو احنا بجانب هكايا استنسنا بالطريقه نتاع نرمي شويه مي. صحيح سي دونجورو على الاخر صحيح جو كونفيرم، مي انا هاكا جو بارتاج كل شيء معاكم، نقول لكم شنو الحاجات اللي ميزمكمش تعملوهم في الكوجين. باه دونك باش نقصوا شويه في الغاز، نحطوا لي مورسون تاع سكالوب، كيف كيف حاولنا باش نبدلوا كل قدروا قدروا. المره اللي فاتت عملنا حضرنا لكم همبرغر باللحم مفروم، المره هذيا وينك يا شيف عفيف خالد؟ امين بسبوسه، امين راهو هريسه نتاع هريسه حلوه. بالنسبه للمقادير ثلاثه كعبات عظم، 100 تلقاها بانجلي ديجا بالنسبه للروسيت، هايك في كومنتير يا امين، كان نشوف لي كومنتير تلقى الروسيت موجوده. ثلاثه كعبات عظم عليهم كاس نتاع يقعد يترشق، اي صحيح ليلى يقعد يترشق، مي هاكا دوب ليش احنا كيف قلت صنعه سناسه على غالب سناسه على غالب مثال، تنجم تكون حاجه باهيه عندي خايبه عندكم، تنجم تكون الحاجه الخايبه عندي باهيه عندكم. دونك نقول لكم اللي انتم تنجموا تتابعونا على الفيسبوك، تنجموا تتابعونا كما قاعدين تراو، تنجموا تتابعونا على الفيسبوك شيف مون بن يونس، على اليوتيوب تشوفوا في الرديف شيف مون بن يونس. ابوني فو في الانستغرام وتابعوني في الانستغرام، تلقاو تصور نتاع لي بلا الكل، نحاول نهبط لكم تصور كل ساره بن عاشور بونجور. كما قاعدين تشوفوا قاعدين نحضروا السكالوب باني باش نعملوا همبرغر بنين وخفيف ويعمل 66 كيف. هذي هكا نحضروا ميزون بلاسنا الكل. انا الباس العجيب ناخذوا من كولوراسيون هاكا تبدا كولوراسيون دوري، نصوركم تعملوا جو سيرتو في اللايف، هاكا فما انتراكسيون، هاكا نحكيو، هاكا نتناقشوا، هاكا نتفاعلوا، تخليوا لنا كومونتيرات، تخليوا لنا ميساجات. للي ما عندوش دباره هاكا يتابع شنو عندنا دباره، زيدوا نذكروا الناس اللي خلطوا علينا توا شنو هي الدباره نتاعنا. قاعدين نحضروا في باش نعملوا همبرغر بالسكالوب باني. عندنا كريم دو بوارو، عندنا مكرونه في المشخشخه موزوزه بنينه بالبطاطا والحمص، عندنا بسبوسه وعندنا سلطه كناري، يعني منيو خفيف بنين ساهل. هاوكا عندكم الدباره موجود، سيرتو كيما قلت لكم نعرف اللي من الايامات الاخرانيه. لا اسمع ما نجمش باش ننزلكم الكاميرا باش تتبعوني باش تشوفوا شويه شويه هكا باش نهز نوريكم. ويدي عادة كان جيت شوف محلاها معها بعد قرين فلفل، ما نحكي لكمش على البن. دونك مخرونة عربي زمنية من القاع الخابية. انتوما اسكو سلام عاش ولدي، دور يد الطاولة هكاك اختر يد الطاولة. اي لا
هذا احنا في كوجينا. ميرسي بوكو هادي، يعطيك الصحة سارة. ميام ميام بالله. هاك الكريم دو بوارو، وين وصلت الكريم دو بوارو؟ هاي هنا، هاي الكريم دو بوارو قاعدة تغلي. هاي الكريم دو بوارو كيما قاعدين نشوفوا قاعدة تغلي. تو بعد هذيك نحيوها نزيدوها شوية فروماج لابي. وليد بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا، قولوا لهم عندنا كريم دو بوارو، عندنا مقرونة مشخشكة بالبطاطا والحمص. قاعدين نحضروا في سكالوب هنا البسبوسة من فوق. هذه البسبوسة بيتو مش بسبوسة، هريس بلوز، هريس بلوز مش بسبوسة. بونجور يا أحلى شيف، بونجور أحلى وليد، عايش خويا الغالي. حب روسيت من غير علم، أمال باهي تو نعطيك روسيت من غير علم. أيوة أنا قلت الراجل البارح علاش ما جيتش شيف ريتحني شوية. هو صحيح راهو نطيبوا في الريستوراني نطيبوا في الوتلة كل شيء. لينا لي هي كيفاش نجموا نصوروا نبعثوا؟ به تنجموا تصوروا تبعثوا على الانستغرام. بالنسبه لروسيا تنجموا تبعثوا على الانستغرام، تبعثوا لي تصوروا تاع البلان تاعكم الكل على الانستغرام. ابوني فو على الباج نتاعي في الانستغرام، ابعثوا روسيتات وانا نوعدكم نتاقيكم كي تبداو عمي معايا نتاقيكم ونهبط على البروفيل نتاعي. دونك اي حاجه انتم باش تحضروها انا نوعدكم نبارتاجيها على الانستغرام كيف كيف الفيسبوك، كيف كيف على الفيسبوك زاد كيف كيف. مش على الواتساب، مش على الواتساب. تبعثوليش مساجات، ما تبعثوليش تصاور على الواتساب. جست هاو كنكلموا سي الادمين سي اشرف نقولوا له ما يحطش على الواتساب، نحيي كومونتير تاع الواتساب. كيف تبعثوا ابعثوا على الانستغرام، ابعثولي الصور نتاعكم في مساج وانا نتاقيكم. دونك يسرى فرحات، برافو شيف، برافو لكم انتم الكل اللي قاعدين تتبعوا. راهو اسمعني نقول لكم حاجه، تاقيوني في ستوري نتاعكم زاد كيف كيف، وهكاك انا جو بارتاج. يعني انتم في الانستغرام تهبطوا البريباراسيون نتاعكم البلا، تاقيو شيف مؤمن، وانا كي يجيني الهاشتاج نعاود نبارتاجي على البروفيل نتاعي. دونك في الانستغرام انتم بارتاجيو هذايا اسكالوب. ما نحكيكمش على الكولوراسيون دوري، هاي الكولوراسيون دوري سمح ليها صفرة بنينة. هذي اسكالوب اني شابلور سبيسيال نتاع مليحة باش نحضرو بيه يا ولدي. اليد هادي اختار مش قدامك، ما تخافش مستنسين، مستنسين راهو الحمد لله ربي بقى علينا الستر. دونك مستنسين خاطر الرفليكس ديما دروا عنا الكوشي. دونك بالدروات ديما نحاولوا نشدوا الفوالة وربي يبقى الستر. خلي تعطيني تاريخ المستقبل به هادي يا برجيني هادي. يعني الهريس بلوز يا عايش به تلقاوها في بانجلي في كومنتير الهريسه نتاع الهريسه الحلوه. كمان حضرنا اسكالوب هاني باش نحاول الزيت بعدهم هنا نعرفوا زيت سخون اختار علينا كيف تبعوا البسبوسه. وعيني على البسبوسه شاب، حسيت روحي دخلت البسبوسه اللي هي سهلو. هي راهي رسيت هي سهلو امين في شيف بربي عمل لنا رسيت نتاع حلو تونسي نحاولوا نعملوها رانا في الغربه. صحيح في الغربه نعرف شنو هي المشكله نتاع الغربه، نحاول بقدره ربي نعطيكم دي رسيت ونحاول نحضروا مع بعضنا حاجات دينا خفيفه تحضر في الديسير رمضان. كيما تراو حضرنا الاسكالوب باني باش ناخذوا ورقه واحده اخرى. فيسا فيسا ما نحاولش نطول عليكم كيما العاده والعوايد. باش ناخذ شويه مارغرين جديده هذوما حاضرين هكا. خبز فان دو ميها بيس، فان برجر. دونك انا باش نوريكم فيسا فيسا كعبه. بونجور من فرنسا ماري، بونجور. الناس الكل اللي خلط علينا عندنا كريم دو بوارو، عندنا كريم دو بوارو. ناخذ شويه مارغرين كودينا خليها بعدين بالكوتو كيما قاعدين تشوفوا. نهبط لكم الكام شويه نقصوا البان دو مي
لا لا فاهم برجر. قلت لكم رمضان اثر فيا وانتم ما كنتمش حاسينكم اليوم راقدين، انتم ما كنتوش فايقين. فماش شكون عطاني رسيت كلكم مركزين في رسيت على المكرونه. حسيت رسيت على المكرونه حيرت لكم وجعكم، تحبوا المكرونه الزمنيه اللي ما عادش تلقاوها. دونك ناخذوا شويه فان برجر، مش دهنوه شويه مارغرين كيما قاعدين نشوفوا هكا، قمروهم سيرتو امين بربي رسيت سابلي والمقروط. وانا باش نعملها توا شيف يا امال، امال بالله بالله باش نعطي الامال، خلينا نعطيها الرسيت نتاع الهريسه نتاع شنو دبرتكم اليوم، يعني شنو دبرتوا اليوم. مي ها باش نعطيكم من الرسيت نتاع الهريسه الحلو. هاي امال قايد عندك يا امال الرسيت نتاع الهريسه الحلو. هاي سيدي بنسيتك عندك 3 كعبات عظم شيف بربي. قلنا قبل على اللايف نتاع باش نكونوا حاضرين اللايف كل نهار، ماضي ساعتين يوميا بقدرة ربي يكون اللايف. أمي لابش نجيبك على رسالة نتاع حلوة، 3 كعبات عظم، كاس تاع حليب يعني 100 مليلتر حليب، 100 مليلتر زيت، 100 غرام فرينة، 100 غرام سميد أرتب، 100 غرام سميد متوسط، 50 غرام سكر، ساشين نتاع خميرة كيميائية، شوية لوز للزينة، و 100 غرام لوز مهروش كان كان عندك هذاك باش نزينو بيه. به دونك الوقت الماضي ساعتين تلقاو اللايف كيما ترى قاعد نكدري في الباون برجر. شو نوريكم فيسع فيسع كيفاش ندريسيو ساندويتش، وانتم زادا كيف كيف تنجموا تتبعونا وتنجموا تحضروا بالطريقة نتاعكم اللي تراوها. الكلنا تعبانين تبعوا فيك كيما جاجي. لا والله لا نعرف سبت الايامات الاخرانية نتاع رمضان واحد يتعب صحيح، وربي يفضلهم الناس الكل. النساء سيرتو نساء يعطيكم الصحة برشا برشا. نساء اللي في رمضان تحضروا الماكلة تيل شهر رمضان. دونك شنو يسميوها؟ يقولون نساء الكل شنو يسميوها؟ يسميوها حق الملح. حق الملح هو tu fais beurrer les hamburgers pourquoi ben voilà juste pour les cadrer d'une part qui m'a trahi ma déjà ou surtout ben le pain il est crispy il est bien ben حق الملح شكون كيما تراو هاي هكا شكون توا مازال منسى ياخذ حق الملح. هذا اسمه حق الملح اللي هو فخر رمضان، يكرموا المراه نكرموها على خاطر شهر كامل وهي طيب وتعبه يكرموها يعطيوها حق الملح. حق الملح على حسب معلوماتي القليله اللي حق الملح هو عباره على وين ان شاء الله ما يتغشوش عليا الرجال الكل. عباره حق الملح عباره على قطعه ذهب تتعطى يعطيها الرجل لمرته كعربون انه بتاع شكر على خاطرها شهر كامل وهي قاعده تحضر له في ماكله تلت شهر رمضان. دونك ما عرفتش اسكو تبارتاجيو الحكايه معايا والا لا. هذايا نحاول نحيوها كريم دو بوارو يزيها، المكرونه يزيها، شوفوا البسبوسه، البسبوسه اونكور ما فهمتش علاش وليت نقول من بكري بسبوسه وهي هريسه هريسه حلوه. به عندنا لي صوص بينا ديما نحب نعمل ميلونج نتاعيان به من رمضان هذا باش نولي طيب مليح. انا ناخذ حق الملح ثاني يوم ثالث حنين اي سي بيان والله حاجه تفرح وحده ان شاء الله نقول يعطيكم صحه. والله شيء شيف اما تسمع كان عايشك برافو. او جو بونس با انه فما شكون يعطيه، جي ديجا في مون بير في سا والله ماري مازال يعطيه كان ماهي ما تزيد. لا 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 كان ماهي تزيدو توا يا ولدي والله اسمع فما برشا يزيدو يعطيه حق الملح يعطيه مساحه رجال يعطيه حق الملح. مريم موجوده حق الملح باش نحطوا صوص برجر بونا. مي انا كيما قلت لكم باش نعمل الميلونج نتاعي انا باش نزيد الميلونج ناخذ صوص باربيكيو كيف كيف يا حسن مشيت العادات تاع التقاليد هاكا تحسوني راهو تلمونت بارك الله عشت مع الكبار وعشت مع الصغار عشت مع الجينيراسيون الكل. عندي حاجات زمنيه وحاجات يعني قديمه حاجات جديده جيسي ديما باش نقعد كونيكتي مع الكبار والصغار. حطيت شوية صوص باربيكيو باش نحط شوية كاتشوب باش نزيد شوية صوص علي.
حق الملح يعني هذيك حقهم، الحق ربي فضلهم نسال كل تاج على ريوسنا، احنا بلاش نسيه ما نعمل حد شيء به. وانتي مرتك تعطيك حق الملح؟ ليه مرتي زي ما هي. طيب دونك تحيه ليها زاده كيف كيف مره اخرى، كلها دورها ان شاء الله خطره بتوفى الكونفينمون ونرجع ترجع لتونس، سيتو كونفينمون عملت فينا وهنيانا. طيب ليلي تاكويزيني سامبا، صح عليك، ميرسي بوكو. كيما قلت لكم عملنا الميلونج نتاع الاصواص الكل، فهمتوهم كلهم بعضهم كيما قاعدين نشوفوا. ديما موجود الجانب نتاع الاجتهاد، تلقاو عندي جانب نتاع الاجتهاد، يعني جو مو كونتونت با بك الريسيت دو باز، ديما نحاول نعمل حاجه اخرى. ربي كيف كيف يفضلنا نسال الكبار وجدودنا اللي مازالوا حايلين، مامتي الله يرحمها والوالده والوالد، هذوكم هذوكم راس المال. والدينا اون تو سون دو كوتي دو بون فيو تون، والله شوي 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 مديحه حتى في الخدمه. يعني الله يرحمه شاف عز الدين سراج، يعني خدمت مع شيف كبير برشا، كان في مقام بابا كل شيء، خويا في الخدمة الله يرحمه. عشت مع الكبار، عشت مع الصغار، هذيك الحاجة الباهية راهو انك تعيش مع الكبار وتعيش مع الصغار. به باش نحطو الكاميرا باش نوريكم كيفاش باش نحضرو لومبرغر. دونك ليتاب الأولانية هاكا ندهنو الخبز كما قاعدين نشوفوا، باش نوريكم موديل واحد، باش ناخذوا شويه ليتو، باش نوريكم الطريقه كيما تلقاهم في الريستورانات الكبيره برشا. هما راهو جينيرالمون ما يحطوش في الوسط، تابعوا مليح مليح، ما يحطوش الخس في الوسط، يعني ليتو ديما يحطوها في الاجناب باش تبدا ديما خارجه على البوردور. من بعد ياخذوا الطماطم. شنو هما لي صوص هشام؟ هشام صوص خذيت صوص، عنا صوص برجر زدتها كاتشوب، زدتها صوص هلاي، وزدتها صوص باربيكيو باش يكون عندي جو بنين برشا. سورتو ديما نقول لكم وقلت لكم قبل، صدقني لنسلم فيه 8 سنين قبل العيد نشري قطيعه. نشري كل عام يقول لي توا ربي يهديها وتنسى. عفيف تخيل، بون كوراج، ميرسي بوكو، عايشك يعطيك الصحه. فينا قام لي صوص، تلقاو لي صوص بونا تلقاهم في لي غرون سيرفاس موجودين بالحق، يعني حاجه يسهلوا برشا، يسهلوا لي حياتي. كما قلت لكم نقص في شويه طماطم. الطريقه نتاع اعداد تاع الهمبرغر هاكا تختلف، ديما قلت لكم وهاكا والله اسمع نقول لكم حاجه، لحظه بركه لحظه، انا فخور برشا 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 يا شيف مؤمن اللي برشا مش شيفين واللي مش شيفين يتبعوا فيا حتى في كلامي، والله سا مو في ان غران 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 بليزير. يعني تتفكروا من اول رمضان قلت لكم الروسيت اما فاسون، الروسيت طريقتي انا، الكلام اللي قاعد نقول فيه في اللايف الكل برشا عباد مش شيفين ومش شيفين قاعدين يقولوا فيه كلك سوا، يعني في التلفز ولا يقولوا فيه حتى في اللي لايف نتاعهم، حاجه باهيه برشا برشا نفتخر بها. يعني ميسالش تبارك الله اللايف هاكا يدخلوا فيه شيفين واللي مش شيفين يتبعوا الناس الكل الروسيت اللي انا نحضرهم، سام في ان غران غران بليزير باش نسمع حاجات كيما هكا. دونك باش نحطو طماطم، طماطم دو بريفيرونس رونداليت نقصهم جويت، باش ناخذ ولد القمرة كيف كيف باش نقص كيلكو رونديل. كان عندنا ولد القمرة مخلل زادا كيف كيف نجمو نزيدوه. هاكا عندنا الطرق العديدة الكبيرة برشا باش نجمو نحضرو همبرغر هوم ميد على الطريقة نتاعنا. طبعا الفول فيزا فيزا مارة الهريسة، اوكي طفيو الفول. به ناخذو لي رونديل نتاع البصل كيما قاعدين نشوفو، ها يا سيدي نسيبك هاكا الاسكالوب بنين، هذا الفرماج خليته بحذاه، عندي فرماج مخلول، هاكا
هذا كيف كيف انتم تنجم تحضروا على طريقتكم. اخترنا فروماج نتاع لوندور سبيسيال همبرغر، دونك انتم تنجموا pour moi aussi ça fait un grand plaisir. عايشك سي عفيف، ميرسي بوكو. هكا باش نزيدو، نزيد انا شويه فروماج، نزيد نشخشخ الفروماج. هكا عندي فيك كيما تراو همبرغر بالدجاج يعمل 66 كيف. دوك جوست نخرجو بسبوسة كايا بلاي هريسة، مفهمتش من بكري وانا نقول بسبوسة، هريسة حلوة ولا هريسة حلوة؟ هريسة حلوة قداش تبقى في الفور افيك فو نون تورنونت؟ من 20 25 دقيقة ديجا طفيت عليه الفور. اسمع انت زادة تبارك الله عليك ياسر، اخلاقك محلاها، يعطيك الصحة اسمع. دوك مازال جوست باش نوريكم البسبوسة، باش نخليوها ترتاح باش نسقيوها باش نقصوها قبل كل شيء. باش نحاول ننظف قبل كل شيء، ما ننساش جرام فلفل هذايا في وسط المكرونة بالطبيعة. بعد ما نطفيو عليها الصوص نحاولو اون ليبير لو شون، باش تنجمو نتوما تشوفوني تشوفو البريباراسيون. هذايا الهمبرغر هضر سلام للناس الكل، حاضر بنين ساهل في الدار، مش جيون كيما المرة اللي فاتت يا مديحة. بس صوص زيت هذيك الكل نحيوا، خبز هذيك خليه من بعد. انتم زاد كيف كيف في الدار تنجم تقولوا لنا شنو هي الدبار نتاعكم. سامية شهيتنا والله شايف بربي رسيت مصفوف بالكريمة، الله يبارك. بالنسبة لرسيت تاع مصفوف بالكريمة عندنا بريباراسيون، فما كوسي اكسبريس وبيان حتى البريباراسيون تاع المصفوف العاديه. الكريمه اطرى حليب عليها 120 من 120 غرام 90 غرام انشي، عليها من 4 ل 5 كعبات تاع ضم يعني اصفر تاع ضم، عليها 150 غرام سكر. هذوما كل خلطهم مع بعضهم. شيف تعمل ليفريزون للاك دو دالي، والله اللي كنت خويا نجي نوصل لك، فما حتى مشكل نوصل لك حاجه سبيسيال اللي كنت عايش خويا الغالي ربي يخليك. دونك الهمبرغر هذاك بعد ما حضرناه تو قاعد نعطي في الروسيت نتاع الكريمه العربي، لازم تحط شويه عطرشيه ولا شويه سر بالنسبه للكريمه، تقص معاه شويه بنان مع المسفوف، المسفوف تحطه يتفور عادي. شاف خبز همبرغر موجود في تونس، بيان سور خبز الهمبرغر الموجود العادي بان بيس. يا شيف رانا جعنا، انا بيدي راني جعت لي مش لي انا عاد. اي بيان سور نوصلو له خويا، اما اللي كنت دلل يا سيدي لي. اي ما عادش في الاكدور هذاك سي دالي سي انتقل به. مديحه الي سوبر سويسي اوسي برافو، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه الناس الكل. نخرج نوريكم فيس على هريسه نتاع اللوز، المفروض كانت نجم رشيت. هاكا نحاول نجاوبكم في اللايف، سينو تنجم تخلي لي كومنتير. بسم الله. يا سيدي بون، بعد البلونش نحطو على البلونش دي كوبي، ميم سي سخونة. هاي فيسة فيسة، نوريكم شيف يعطيك الصحة وربي يفضلك، كان تعمل مزية فكرة حاجة حلوة المرضى السكري. بالنسبة للتوسكي حاجات سون سكر تنجمو نلقاو أمتي كوكول الباتسري لاسين، الباتسري لاسين تلقى فيها سون سكر تلقى فيها سون جلوتين، موجود كل شيء. نحب نقولكم راني نحبكم برشا برشا اللي قاعدين تبعوا فيا. هذايا البسبوسة باش نقصو قبل ما نشحروها كيما قاعدين نشوفوا، كانكم قاعدين تشوفوا هاو هكا. نورمال واضحه التصويره، صور مربعات. انا ماذا بيا نحاول ديما نزرب حتى قبل كل شيء في التطييب باش نوريكم ونخبي عليكم حتى شيء. هاكم ترى فيها شوش، أني قاعد نقص وهي ديجا بطبيعتها قاعدة تفتفت، الموه شوش وبنينة تعمل 66 كيف. اللي يحب يجي يهز مو شهيتني دوماج سوي با اون تونيزي. سي عفيفة تو مومو خويا تجي تلقى الماكلة موجودة، شيف سي تبلي الريسيت المكروض. دونك هذايا الهريسة نتاع الهريسة الحلوة، الريسيت تاع الهريسة الحلوة
كما قاعدين تشوفوا تو بقالي باش نسحرها بالنسبه للشحور. دونك بويسك قلنا اللي الهريسه حلوه الشحور يلزمو يكون بارد، فما شكون شحرها برشا فما شكون ما شحرهاش برشا، سو سون دي غو دو بريفيرونس. المفيد جست نغموها بشويه شحور وصحة وبشفاء. دونك كيما كنتو تراو البسبوسة بعد ما خرجت من الفور شحرناها، حضرنا لومبرغور، عندنا المكرونة هذيك ما بعرفش نصبتوها باش تقعد سخونة باش هموها يعني تجي في وقتها بنينة. كنتش نجم نحضر لكم نصبة مكرونة، مي سا سير عليا يعني باش نصبة مكرونة ريسيت ماكارون بيان سور. مديحة جوست ابعث لي ميساج اون بريفي تو نبعث لك نعطيك لي ريسيت نتاع الماكارون لي زانغريديون الكل. كيما قلت لكم المكرونة هذيك والكريم دو بوارو باش نحيو الكريم دو بوارو، باش نزيدوها شوية فروماج رابي 100% مونتال لوندور، باش نزيدها شوية خبز بان دو ميكرو تون. ابار المكرونة، المكرونة هذيك باش طيبها الحق الحقيقة، نوريكم من بعد تصاور ونعمل لكم لايف خفيف. كيما قلت لكم تبارك الله قاعدين تراو في الهريسة الحلوة هيك مستحمرة وبنينة. للي يحب ياخذ مرسو سارة ماهيش في تونس، للي يحب ياخذ مرسو والله لا نبخل عليكم شيء، كي تاكلوا انتوما كاني انا كليت. نحب نقول لكم يعطيكم الصحة، راني نحبكم برشا برشا اللي انتوما قاعدين تتبعوا فيا في اللايف، ميرسي بوكو. ربي فضلكم يعطيكم الصحة الناس الكل. كان هذايا معكم شيف مؤمن في لايف من الدار. حضرنا البسبوسة، حضرنا سلطة نتاع كنارية، حضرنا همبرجر بالدجاج، حضرنا كريم نتاع موجودة كريم نتاع بوارو، حضرنا مكرونة فل. تصاور كل تلقاهم قدرة ربي في الانستغرام موجودين شيف مؤمن بن يونس. نجمو كيف كيف كيما قلت لكم تحضروا لي بريباراسيون والماكلة اللي تحبوها الكل، تاجيوني في الستوري نتاعكم، تاجيوني نلقى الهاشتاج نتاعكم نعاود نبارتاجيه على الباج. وكي نبارتاجيكم يا خويا نبارتاجي الماكلة البنينة اللي نتوما تحضروها. رانا توا تبارك الله منور رمضان توا، ولينا كيما يقول المصري أسرة مع بعضينا. تبارك الله اللي نتوما قاعدين تتابعوا فيا يوميا الماضي ساعتين في اللايف. ما بقالي كامش نقول لكم يعطيكم الصحة، شاهية باهية وشاهية طيبة. يعطيهم الصحة للسبونسور الكل اللي كانوا موجودين باش نجمنا نحضر لكم ماكلة باهية، حازم بن عيسى راديو بون لو نور، خالد عويش تونسكوب. دونك الناس الكل اللي تبارتاجي بارتاجي اوتون باش المنفعة تحصل للناس الكل. الي لوان بوما واو الهريسة، الي لوان بوما به. مديحة بن يونس ميرسي، عفيف ربي فضلك اون شيف، ربي فضلكم الناس الكل. شيء طيب ان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت. للي عنده روسيت من اخير زاد كيف كيف ينجم بارتاجيها باش المنفعة تحصل للناس الكل. سينو بارتاجيو اللايف الكل، تلقاو تصاور الكل تلقاهم في الانستغرام شيف مون بن يونس ابونيفو، وان شاء الله تلقاو لي بلا الكل ولي زاستيس والتكنيك الكل. شاهية طيبة يا دوما ان شاء الله.